مثلا يعني انا ضد فكره الانسحاب تماما. خلي بال حضرتك يعني ابو تريكه امبارح هو بيتكلم او الاول امبارح كان بيقول انه موضوع الانسحاب ده كان لازم النادي الاهلي ينسحب لانه الاتحاد الافريقي كان بيجر النادي الاهلي للي بيحصل ده. لا انا وجهه نظري العكس، ان الاتحاد الافريقي كان بيجر النادي الاهلي ان هو ينسحب عشان يبعد عن كميه البطولات اللي بياخدها وبالتالي يبعدوا شويه عن نادي القرن اللي هو الجديد بقى اللي هو 22. دي وجهه نظر انا. انا كنت مع العكس اللي قاله ابو تريكه الحقيقه، انه انت بيتم استدراجك عشان تروح تقول انا منسحب، ولكن وعي مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي حللنا هذه المساله او خلانا لا نندرج او ما نجريش ورا هذا الموضوع ونروح يقول لك انسحبنا وتقعد باربع خمس سنين وتخسر خمس ست سبع بطولات وتخسر كذا وتخسر كذا وتخسر كذا، وبالتالي في نهايه السنه تخسر حاجات كتيره جدا جدا في نهايه القرن. يعني دي وجهه نظري انا، يعني دي على فكره وجهات النظر تقبل النقاش فيها. فانا كنت شايف ان انا ضد الانسحاب تماما، وشايف ان افضل قرار خده مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يلعب ويكشف الاتحاد الافريقي قدام الجميع، جميع افريقيا. هل في حد في افريقيا مقتنع باللي حصل امبارح؟ في حد في افريقيا كلها، بلاش مصري، في افريقيا كلها من اول جنوب افريقيا لغايه فوق لغايه مصر، هل حد مقتنع باللي شافوه امبارح؟ 20 و10 و10 و5 20,000 تذكره للعام، تنسوش مهمه جدا الموضوع للعام ده، 20,000 للعام و10 للاهلي و10 للوداد. تخيل حضرتك ان ده حصل وخمسه للرعاه. محدش مقتنع، محدش مقتنع ان ما يحدث او اللي حصل امبارح ده غير عادل، او الناس كلها مقتنعه اللي حصل امبارح ده غير عادل تماما تماما، على الرغم من الاعتراف بسوء الاداء من لعيبه النادي الاهلي ومن الجهاز الفني للنادي الاهلي. معلش الكوبليه ده لازم اقوله عشان ما حدش ياخدنا الاتجاه تاني. وانا عايز اقول لحضراتكم ان انا باجزم ان بعض كثير من اشقائنا في المغرب مقتنع بالكلام اللي انا بقوله ده، ولكن اتمنى ان يتم ايقاف فساد الاتحاد الافريقي خلال الفتره اللي جايه.